وكان الإمام أحمد رحمه الله رحم الله الجميع عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان هذا هو سفيان ابن مسروق ابن هو سفيان ابن مسروق ابن سعيد الثوري رحمه الله، وهو علم في ذلك الزمان من أعلام السنة وأئمتها. وفي مقولة الإمام أحمد هذه تنبيه إلى الرأي واتباع الرأي وبالاستقراء. ثبت لدينا أن الرأي ثلاثة أقسام، أحدها رأي الفقيه المجتهد العالم المخلص في نصح الأمة تنزل به نازلة ولا يجد فيها نصا فيجتهد رأيه فيها طلبا للحق فيصيب رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي محمود وصاحبه محمود. ومن أمثلة هذا ما أخرجه البخاري وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه وكان على الكوفة سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله بريئان منه. عليها العدة ولها الصداق والميراث. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود، فكبر رضي الله عنه أن وافق رأيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني هو رأي الفقيه المجتهد الناصح تنزل به نازلة فلا يجد فيها نصا وبعد استفراغ وسعه في طلب النص يقول برأيه فيصبح رأيه مخالفا النص، فهذا الرأي خطأ ولكن لا يثرب على صاحبه لأنه مجتهد، اجتهد فأخطأ فرأيه غير مقبول لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يذم ولا يشنع عليه لأن هذا وسعه، اجتهد استفرغ وسعه وقال بما وصل إليه اجتهاده فخالف السنة فهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الرأي يحمد صاحبه ولا يقبل منه.
الثالث الرأي المذموم المنقوط الذي يستحق صاحبه التوبيخ واللوم والتشنيع، وهذا هو رأي أصحاب الأهواء والبدع الذين يجانبون النصوص ويتركون دلالتها ويذهبون إلى ما يرون. ومن هنا يعلم أن من دعا إلى الرأي وحبذه فهو واحد من رجلين: رجل جاهل لا يعلم من السنة ما يؤهله إلى أن يكون في مصاف الناصحين ودعاة الحق، جاهل، فهو ليس من أهل البصيرة. والثاني صاحب هوى وبدعة أراد أن يحرف الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزخرف القول وتنميق العبارات.